تزويد لبنان بالوقود، يعني ماذا هذا؟ هل هي مجرد مصادفة؟ لا، هنالك مخطط دولي، وسبق لوزير الدفاع الإسرائيلي خلال شهر مايو السابق أن هدد بإغراق لبنان في الظلام. لبنان، اليوم نعم. ينفذ البرنامج دون السلاح، يعني بتواطؤ عربي بالأساس، لأن لبنان يتزود بالوقود من بلدان الخليج، وهنالك عقود ميسرة، وهنالك هبات، وهنالك قروض. توقفت كل الهبات وكل القروض عن العاصمة بيروت، وأدى ذلك آليا إلى توقف إنتاج الكهرباء. يعني ما حدث يوم أمس في لبنان هو عقاب جماعي تسلطه الولايات المتحدة الأمريكية وأذرعها العربية على المقاومة اللبنانية بالأساس، وعلى الشعب اللبناني الذي يسند هذه المقاومة. الجديد كذلك أن الرد الجزائري كان سريعا، كان مباغتا، كان مشرفا جدا كذلك. الرئيس الجزائري يتخذ قرار سريع ويأذن بتزويد لبنان بكل ما يحتاجه من وقود لإنتاج الكهرباء. هذا بطبيعة الحال يؤكد أن الصراع الآن بدأ يتضح، أو حدود هذا الصراع الجيوسياسي بدأت تتضح أكثر، وبدأت الجزائر تخرج من قمقمها الإقليمي، هي مغلقة في مكانها، الآن تتدخل. صحيح الجزائر منذ بدايات 7 أكتوبر ومنذ القديم، لكن في 7 أكتوبر كان الخطاب السياسي للحكومة الجزائرية قوي جدا، خاصة ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة، وكانت تصريحاته محرجة جدا للإدارة الأمريكية. لكن اليوم انتقلنا إلى مسألة أخرى، أي الدعم الاقتصادي للبنان. نعم. يقول الوقود يعني الدعم الاقتصادي للبنان من أجل الصمود في مواجهة إسرائيل. نعم. عملية قطع الإمدادات الوقود هي محاولة لإضعاف المقاومة تجاه شعبها، تجاه اللبنانيين بالأساس، قبل أي شيء. هي ورقة من أوراق الضغط. حين تتحرك الجزائر بثقلها الاقتصادي، نعم، يتوافق ذلك أيضا مع خطاب للرئيس عبد المجيد تبون. الآن كل القنوات والإذاعات والإعلام العالمي بصدد ترجمة خطاب ألقاه عبد المجيد تبون يوم أمس في سياق التحضير للحملة الانتخابية للرئاسيات الجزائرية. ألقى خطاب ناري تهجم فيه على إسرائيل، وأكد أنه إن فتحت مصر الحدود مع قطاع غزة فإن الجيش الجزائري مستعد للذهاب إلى غزة. ثم أضاف إلى ذلك أن الجزائر مستعدة لبناء 3 مستشفيات بصورة عاجلة خلال 20 يوم، وأن الجزائر مستعدة لإرسال كل ما تحتاجه غزة من أطباء ومن إمدادات طبية، وأن الجزائر مستعدة لإعادة إعمار قطاع غزة. هنا نتحدث عن الدور الإقليمي الذي أصبحت تلعبه الجزائر كقوة اقتصادية وكقوة عسكرية، التقديرية القوة الوحيدة العربية الآن التي تحركت. هذه التصريحات وهذه السياسات تتعارض مع البلدان المطبعة مع إسرائيل، تتعارض مع سياسات بلدان الخليج، مع المملكة الأردنية، مع مصر خاصة. مصر الآن في وضع محرج. ما الذي ستتخذه مصر حين طالبت الجزائر بفتح الحدود مع قطاع غزة من أجل إرسال المساعدات وإرسال الجيش الجزائري؟ صحيح أنه ربط إرسال الجيش الجزائري ببناء المستشفيات، لكن هنالك خطاب ضمني قد يكون في سياق الحملة الانتخابية لعبد المجيد تبون من أجل استجلاب كل الجزائريين لفائدة هذا. بطبيعة الحال يوظف في السياسة. من قلنا دائما حتى في الانتخابات التونسية، الموقف من القضية الفلسطينية سيكون محددا في اختيار الرئيس المقبل، وفي الجزائر كذلك الموقف من القضية الفلسطينية. ومثل هذا الخطاب الاستثنائي لعبد المجيد تبون، والذي لم نسمع في الحقيقة للزعامات الجزائرية بعد وفاة هواري بومدين، لم نسمع خطاب بمثل هذه الحدية تجاه السياسات الأمريكية في المنطقة وتجاه إسرائيل. هذا بالنسبة لإسرائيل يعتبر خطاب عدواني. وحتى إرسال الإمدادات، إمدادات الوقود إلى لبنان، يعني أن هنالك موقف جزائري، مش إمدادات الوقود فقط. أنا متأكد، وهناك كثير من القرائن تؤكد، أن الحكومة الجزائرية كانت تدعم المقاومة الفلسطينية بالسلاح وبالأموال كذلك، وهذا يعرفه الجميع. الداعم الرئيسي هي إيران، والداعم الثاني في المجال العربي هي الحكومة الجزائرية، وهذا منذ سنوات. وهذا لا يتوافق مع ما تخطط له الولايات المتحدة الأمريكية، مع ما تخطط له إسرائيل. وربما سنشاهد اليوم وسوف نسمع ردود أفعال السياسيين الإسرائيليين من هذا الدعم
الذي تقدمه الجزائر للمقاومة اللبنانية وللمقاومة الفلسطينية. أنا بالنسبة إلي بين قوسين، نحن قال الآن بصدد التحليل، لكننا يجب أن نحيي هذا الموقف في المسألة الأخرى، لأنه في القضية الفلسطينية ليلى لا يوجد حياد. الآن يمكن نقول أن هذا الموقف الجزائري موقف مشرف جدا، موقف أبرد، معناه برد قلوبنا، بردنا قلوبنا وقلوب لمذايا، نشعر بالنخوة.